بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير في صحة ومهنئين إن شاء الله. كما راكم تشوفوا اليوم جبتكم الوحد المحل نظرا للطلبات الكثيرة اللي طلبوها مني باش نصور لهم المحل اللي نشري منه الحلال. راني جبتكم تفضلوا معايا ونوريكم الاسعار واش كاين في هذا المحل. هذا الكوتي تاع اللحم كيما راكم تشوفوا كاين اللحم اشكال وانواع وكاين بزاف اللي بخمو. باغ اكزومبل هذا اللحم راه 3 كيلو ب 30 يورو ونوعيه رفيعه. هذا ثاني اللحم واش نقول لكم ثاني ما شاء الله يجي واحد البنه في الطواجن في لاصوص في الطعام في كل حاجه يجي ما شاء الله. راهم دايرينو 3 كيلو ب 24 يعني صافا بالنسبه لينا حنا الناس اللي عايشين في اوروبا ماشي غالي بزاف. وهذه ثاني اللحم هذا غنمي، انا ما نشريش بزاف اللحم الغنمي بصح كاين اللي يحبوه ويشروه. كاين 3 كيلو ب 24 يورو ثاني كراه ماشي غالي بزاف. شوفوا البنات كيفاش داير ما شاء الله هايل. وكاين ثاني نوعيه واحده اخرى كيما هذه تحبي تشريه بوفتيك تحبي تشريه بفيونداشي يبيعو 3 كيلو ب 18 يورو. وكي تشري بالكيلو راه يدير 9 يورو. ثاني كواش نقول لكم البنات نوعيه هايله وانا دائما نشري منها. وكاين ثاني هذا الكوتي تاع الكبده تاع الدجاج تاع اللحم مخدوم متبل اللي ما عندهاش الوقت وتحب تشريه متبل تدخل لدارها طيبو ديريكت وموزي راه كاين وينفع بزاف. فوالا كاين ديسكالوب البنات ماشي غالي بزاف يدير 7.80 للكيلو. كاين هادو مال الفخاد 3 كيلو ب 12 يورو تانيك. وكيما راكم تشوفوا المايونيز اللي ما تخطينيش دائما. كاين تانيك هادو الارانب 7 يورو للكيلو. كاين هذا الدجاج تاع البلاد والله ما على باليش على الكيلو بصح كاين الدجاج وسي تاع كيما نقولوا حنا تاع تريسيتي 3 ب 15 يورو. كما راكم تشوفوا اشكال وانواع. كاين هذو الفخاد وسي تاع الدان 3 كيلو للكيلو 3 يورو. وكي تشري 3 كيلو راح يحسبهم لك 15 يورو. وانا نعتمد البنات هذو البواط تاع الفخاد نشريهم بفاورو 10 كيلو ودي فاي دير دي برومو تشري زعما هكذا زوج بايط يحسبهم لك ب 30 يورو. وكيما راكم تشوفوا اللبن الكاشير حاجه اللي حبيتيها راكي راح تلقايها في هذا المحل.
والمرأة العاملة كما راكم تشوفوا كاين دي كرواسون معمرين سورتو البنات في رمضان رايحين يسهلوا علينا بزاف بزاف، وبالاخص المرأة اللي تخدم ثاني كاين يسهلوا عليها بزاف. كاين حتى البوراك يجيبوا في رمضان معمر، ما تكسريش كاع راسك حتى تخرجي من العمل تاعك ولا ما عندكش الوقت، غتشريهم غير معمرين وطيبيهم لولادك سخونين. كيما راكو تشوفوا كاين كل حاجه، كاين حتى لي بواسو هنايا، ما كانش يبان مليح لان الزجاج كان شويه مضبب. هنا حليت لكم البنات باش يبان لكم مليح. كاين امبرغر كيما راكو تشوفوا، تشري ان بواط هكا ودير زوج بنافورو حتستعمليهم، يعني واش نقول لك اللي عنده الاولاد هذا واش يحبوا ويساعدوه بزاف. ان شاء الله تكون عجبتكم الجوله تاعي البنات، ونديكم ثاني تشوفوا لي كاجات تاع كليمونتين. هكذا ان كاجات راهي دايرها 2 يورو، واش نقول لكم واحد البنه ما شاء الله. شوفوا البنات كاين كامل المكسرات، كاين البيستاش، كاين الكاوكاو، كاين اللوز، انا نشري غير منها. وكما راكو تشوفوا كاين هنا السميد، وكاين ثاني هنا الكسكس، انا ما نحبش نشري هذا النوع تاع الكسكس، نشري تاع عمر بن عمر، غير هذا المحل اللي يجيب الكسكس تاع عمر بن عمر. وجبتكم ثاني الكوتي تاع لي زيبيس كيما راكو تشوفوا، كاين كامل لي زيبيس اللي حبيتي تشريها كوم زيبيس راك راح تلقاهم هنايا. كيما راكو تشوفوا كاين اشكال وانواع، حبيت نصورهم ونوريهم لكم او مامطو. كاين حتى لي زيبيس تحبي تشريهم بالكيلو متواجدين، كاين ثاني فلفل الكحل حب اللي تحب تشريه. انا في الاول ما كنتش نلقاه متواجد في المحلات، حتى شفت هذا المجازة هذا المحل راه متواجد حتى الفلفل الكحل حب، وتطحنيه وحدك في بيتك. كيما راكو تشوفوا كاين اشكال وانواع، حبيت نصورهم لكم ونشارككم فيهم. والان نروحوا للكوتي تاع لي بات والكسكس، ما كاش غير هذاك النوع تاع الكسكس البلو اللي كنت وريت لكم في الاول، كاين انواع واشكال. ثانيك السميد ما كانش نوع واحد، كاين اشكال وانواع، قليل وين تلقاي نوع واحد، دائما نلقى 3-4 انواع في هذا المحل. هذا البلو ماشي كيما الاخر اللي عنده ساشي تاعو، كاين كل الانواع اللي طلبتيها راكي راح تلقاها في هذا المحل. كاين ثاني الفريك تاع البلاد، انا فرحت بزاف ملي لقيتو لانه يعجبني بزاف نشري من نوع هذا تاع الفريك، وكي نلقاه متواجد ما راهش راح نفرط فيه ديريكتومون ندي منه لانه ما يكونش دائما حاطو، كي نلقاه نديه بلا ما نتراجع. والحمص كيما راكو تشوفوا كاين عدس هذا الاحمر، وهذا العدس الاحمر يعجبني بزاف لانه يطيب بالخف وما يطلبش جهد ولا وقت بزاف. كاين ثاني هذو لي كوردون بلو ثاني ما شاء الله، المراه العامله يساعدوها ثاني. ودائما نشارككم في المايونيز الجريان، ودوكا نروحو للخضره البنات نزيد نوري لكم هذه الانواع تاع لي جامبون الكاشيريتو
وندخلكم للخضره. كيما راكم تشوفوا ثاني كعندو الخضره راهي متواجده بقوه. وشنو البنات، انا دائما نروح في العشيه نلتها مع شغلي مع الخدمه ايتو، الوغ في العشيه نلقى حوست هنا نشري حشيش الشربه ولا القصبر، ما لقيتش، لقيت غير المعدنوس. الخر شفتاني كان ذبالو وغسلو، عندو الفلفل الأشكال وأنواع، الأحمر الأصفر الأزرق كيما حبيتي، راكي راح تلقاي أنواع تاع الفلفل. وهنا كان ما مشالوش البنات، ذبلو كامل، وكي ذبلو هكذا راح يحبطلو يديرو دي بخومو. واللي عندها الوقت تشري منه وتنقيه وتسقمو ديرو حميس وديرو في كونجيلاتور، تاكلو كي تحب تاكل منه تاكل. فوالا هكذا. البنات اللي طلبوا مني الفيديو مني نشري الحالة، ان شاء الله تكون عجبتكم الجولة. وكما راكم تشوفوا هذا هو المحل وين متواجد. انا صايي سلك تقضيت وذكرني دخلة للدار. المحل انا متواجد ماشي بعيد عليا، غير قدام الدار. وكما راكم تشوفوا كانت تطيح الامطار الشتاء، فوالا البنات بقاو معايا نروحو للدار ونوريلكم ما شريت. انا مشيتش غران شوز، على كل حال كان عندي القضيان كنت قضيت نهار مقبل. فوالا واش جبت البنات، واش جبت، شوفوا واش جبت. جبت الفريك اللي ما نستغناش عليه كيما راكم تشوفوا، جبت الدوبوات وشريت ثاني هذه المايونيز اللي ما نستغناش عليها، انا نموت عليها ولادي ثاني كيحبوها. وشريت امبوش تاع فلفل الكحل، وشريت 3 بواط تاع الاسكالوب بما انه كان دايرهم دي بخومو. كانت لا بواط وحده دير 8 وقيله 60، شريت زوج جوني ب 6 والتخوازيام يعطيها لك غراتوي، لهذا استغليت الفرصة وخذيت منهم 3. فوالا وشريت الفلافل كيما تعرفوني انا نموت على الفلفل، شريت الفلفل الاحمر باش نديرو في هذوك المخبزات مع اللحم وكلش ويطلق البنة ويجي مليح. شريت ثاني كل الفلفل هذا اللي نديرو دائما في المرقة. ان شاء الله البنات تكون عجبتكم الجولة معايا وشفتوا منين نشري الحلال تاعي. ونجوزو للوصفة تاعنا، انا معولة البنات ندير الكسكس، بقاو معايا. فوالا هنا ديت ان كوكوت، واش درت فيها، درت فيها شوية لحم كيما راكم تشوفوا، درت فيها شوية زيت وشوية ماغارين وشوية ملح وخليتها تتقلى مليح. ونجوزو نشمخو الطعام تاعنا. انا هنا استعملت الطعام عمر بن عمر، شوفوا البنات ديت كميه وديتها هنا للافابو، هو الطعام الاحسن تشمخوه البنات بالماء فاتر.
واحد شمخ لكم الله الله ويجيكم ما شاء الله. نكمل نشمخ الطعام تاعي ونقطرو ونخليها كوتي فوق، نخليه يشرب لي مليح، وكي يشرب راحين نجوزو للطريقة الموالية. شوفوا البنات، انا هنا بعد ما تقلى لي اللحم تاعي مليح مليح، راح ندير عليه بصله كنت قطعتها قطع صغيره ولا سكرفجتها، وكما قلت لكم الفلفل انا اللي دائما نديرو مع البصل في التحماس باش يعطي لي هذيك الحروريه في الماكله، اون بلوس دوسات تهوى لك الماكله كي تجي الماكله حاره شويه، شغل دير لك لابيتي باش تاكلي. ودرت حمص منفخ كما راكم تشوفوا، كان عندي هنا في كونجيلاتور، نخلط كامل هذا الكميه اللي درت معاهم ونزيد نغطيهم ونخليهم يتقلاو. ونجوز للطعام اللي كنت شمختو، ندير فيه شويه زيت ونحركوا. شوفوا البنات كيفاش يشرب، ما نقول لكمش يعجبني بزاف هذا النوع تاع الطعام. فوالا نحركوا بيان بيان، انا جاتني هذا القصيعه شويه صغيره راح نبدلها من بعد. فوالا شرب ما شاء الله. وراني راح ندير الكسكسه تاعي فوق النار، ندير فيها شويه تاع الماء ونديرو ديريكتومو يتفور. انا هنا بعد ما تقلى لي البصل ثانيك وتقلت لي ذبل كلش كيما راكم تشوفوا، راه باين في الصوره ذبل لي كل حاجه كلش ذبلت. واش راح ندير؟ راح نمرق. وكي نمرق ندير لي زيبيس تاوعي، باسكو انا ما نديرش لي زيبيس في التحماس كيما قلت لكم المره اللي فاتت، لي زيبيس راحين ينحرقوا وما يجيش فيهم هذاك الكو تاعهم الطبيعي. وهنا راني مرقت بماء غالي باش ما يقرسليش الحمص تاعي وما يطيبش. هنا درت الحم درت حندير زروديه دابور باش ندير لي زيبيس. نزيد ندير اللفت ومن بعد نبدا ندير في لي زيبيس تاوعي كيما راكم تشوفوا البنات. درت فلفل الكحل، درت كمون، ندير القرفه ثاني الطعام المرقه تاع الطعام تبغي بزاف القرفه، هاي دير وحده تطلق وحده الرائحه ما شاء الله. والبنه ما نحكي لكمش. ودرت ثاني البنات هذا اللي قلت لكم عليه، هذا الكرومبيط الحب الصغير درته ثانيك في المرقه، يجي ما شاء الله وتجي خاثله هايله. انا يعجبني بزاف في المرقه تاع الكسكس ولا كيفاش محمصه ولا هذا، يجي ما شاء الله. ننصحكم به استعملوه والله يعطيكم واحد البنه رائعه.
ونسد على لاكوكو تاعي ونخليهم يطيبوا. هنا الماء تاعي اللي درت في القدره راه غلا، راح نجيب الطعام تاعي ونديرو ايفور. هذه راح التفويره الاولى البنات. انا الكسكاسه تاعي ما نستعمل لهاش ني بابي مليون ولا القفال، كل واحد كيفاش يقول لها، كل المناطق كيفاش يقول لهم. نخليه يفور هكذا بلا ما ندير له حتى حاجه، لانه القدره تاعي راهي فيها واحد الجوا ويمنع البخار باش يخرج على برا. وهنا البنات بعد ما فر لي الطعم تاعي راني نعاود فيه كيما راكو تشوفوا، درت فيه شويه تاع الملح وبديت نسقيه بالماء، الماء يكون بارد ونفتح فيه بهذا الشكل. راني زربت الفيديو البنات لانه الفيديو كان طويل بزاف، وعلى هذه اضطريت باش نزربه. شوفوا البنات نعاودو مليح مليح. وبعد ما عاودت الطعم تاعي خليته اكوتي وجيت للمرقه تاعي نطلع عليها. هنا واش ندير، هنا راح طاب لي اللحم تاعي، راني رايحه نحي اللحم نحطه وحده جانبا. راح نجيب الكورجات تاعي كيما قطعتها هكذا فوالا. انا ما نديرش البنات هذيك القرعه الحمراء، ندير غير هذه باسكو ما تعجبنيش بالقرعه الحمراء، والجهه تاعنا في الجزائر ما نستعملوش هذيك القرعه الحمراء، لهذيك بقيت هكذاك ما نستعملهاش فوالا. كيما شفتوا راني نمرق ونغلق عليها ونخليها تكمل الطيب في غلظها. وعاود جيت للطعم تاعي، راح نزيد نعاود نديرو يفور لا دوزيام فوا. درت فيه شويه تاع الزيت وحليته كامل بهالطريقه ودرتو يفور. هنا راحت لي البنات اللقطه سمحوا لي. وجيت للمرقه تاعي واش درت فيها، درت فيها فلفله حاره ودرت فيها شويه طوماطيش مصبره وشويه فلفل كحل هكذا، وضقتها على الملح الى جاتني مسوسه. راح نزيد عليها شويه ملح، انا جاتني مسوسه الوغ زدت لها شويه ملح، ونغطيها ونخليها تزيد تخثر لي مليح مليح المرقه تاعي. فوالا. وهنا بعد ما خليتها البنات خثرت لي المرقه، صاي راهي طابت معايا. دوك نطفي عليها النار، شوفوا البنات المرقه كيفاش جات خاثره ما شاء الله. والبنه ما نقول لكمش، سورتو كي زدرت لها هذوك الحبيبات تاع كرومبيط، جات مرقه ولا اروع هايله. ننصحكم تجربوها وردوا لي الخبر. هاكو رايحين، راهي راح تعجبكم بزاف بزاف. وهنا البنات صايي راه فار الطعم تاعي، صايي دوك ما بقى لي غير ندهنو. انا ندهنو بهذه الزبده، هكذا، ونزيد الزبده هذه يعني زبده فغي ماشي زب ماغارين ولا، راهي فغي وتجي واحد البنه كي تدهني بها الطعام ما شاء الله. ونزيد عليه شويه زيت الزيتون، فوالا. ونخلط كامل الطعام تاعي هاك باش تمشي كامل هذيك الزيت في الطعام تاعي، تدخلها كامل لداخل هكذا. والطعام تاعنا صباح جاهز، المرقه طابت والكسكس طاب، رانا جايين نسقو الطبسي تاعنا. انا هنا درت شويه كيما راكم تشوفوا داخل الطبسي هذا وبديت نسقي.
ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه تاعي وقضيتوا وقت ممتع معايا. المهم البنات، الى جيتكم خفيفه على قلبكم وعجبكم الروتين تاعي تاع اليوم، ما تنسونيش باللايك ومشاركة الفيديو مع الأحباب والأصدقاء، ونتمنى لكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. تهلاو في روحكم.